مرحبا إسراء من تلفزيون فلسطين. مرحبا حجة، خليك. أهلا حبيبتي، أهلا. كيفك؟ رمضان كريم وينعاد عليك إن شاء الله بصحة والعافية. حجة، نحن اليوم عارفين إنه قالوا لنا إنك ساكنة عند بيت ابنك وجينا مخصوص لعندك لنحكي معك عن فلسطين وعن بلدك وعن الحج. وين الحج؟ الحج بالبستان. والله شو بيشتغل بالبستان؟ شو بيزرع؟ شو بيعمل؟ الحمضيات وخضرة وكل شيء بزرع. هلا هو هناك؟ هناك بالبستان. لكن رح اروح استاذن منك، انا اروح الحقه بالبستان حمستينا لانه برجع لك من كافي حديثنا. يعني منظر حلو واسا بتنبسطوا فيه. خلص تمام، لكن هلا برجع انا والحاج لعندك. اهلا وسهلا فيك. يلا برجع مع السلامه. مرحبا، كيفك حاج؟ شو اخبارك؟ مرحبا، كيفك؟ حاج نحن كنا عند الحجة بالبيت ست الوالدة وقالت لنا انك انت بالبستان وجينا لتشرح لنا اكثر عن البستان وشو بتزرع هون وكيف الشغل. والله نحن زي ما صرنا مجال 40 سنة تقريبا بهالمجال الزراعة، وان شاء الله كنا احنا بحياة الوالد، يعني كان هو قدوتنا ونحن ماشيين معاه بهالشغلة هاي، وضلينا مستمرين يعني بزراعة الحمضيات والخضار وموز. يعني الوالد من هو بفلسطين كان يزرع؟ لا كان جدي يعني اللي يزرع هنا، كان يزرع طبعا لانه عوايد فلسطين. أيه. الزراعة والبساتين اللي يزرع، لانه لما طلع ابوي من فلسطين كان عمره شيء 22 سنة تقريبا. نعم. فالزراعة ورثها عن أبوه وأنا ورثت عن أبوي، يعني وهي لسه الأولاد بعرفش هلا إذا بمجال العلم بعدين، بس أكيد طبعاً بيساعدوك. طبعاً عندي فكرة، بيطلعوا على البستان وقت السقاي وقت الرش وقت شغلات، يعني وقت التوزيع الكيماوي بيشتغلوا يعني. طيب شو كنت تزرع قبل الليمون وال نحن بنزرع خضرة، بطيخ وبطيخ وخيار وباذنجان وبندورة وشغلات الأمور هاي كلياتها. نعم. ورجعنا طورنا الأمور شوي، صارت تطورت الزراعة أكثر، صار في إنشاء حمضيات وموز وأفوكا وشغلات يعني. حاج قد ايه بتحس البستان مثل كأنه بيتك يعني؟ يعيش الزراعة كأنه بيته، بده يضل يعانيها مثل الولد، مثل ربي فيها وسقاي ورش وكيماوي وأدوية وتبديد، يعني بده يضل معاني فيها عناية تامة لا يستحصل، لأنه الموسم متصل هذا. طب هلأ موسم شو؟ هلأ البلانسي والحمض والحامض، الحامض الليمون. البلانسي والحامض. ايه. لأنه القلمانتين صار منتهي والأفندي انتهى والأبصرة انتهى. نعم. حاجة بتزرع هون البردان الحفاوي؟ ايه كان موجود لأنه طعم قديم، أمو زرعوا هالطعوم جديدة إستا محله، زرعوا موز وكذا، قلعوه لأنه صار عمره كبير، يعني عمره 70-80 سنة تقريبا. الموجود البساتين المحددة كان بيسهل على اللون شوي، بيسهل صور شوي، بالقلايل شوي، كله أمو، هلأ عملوا بساتين جديدة من نشأوها على المطايم الجديدة. مرحبا يا حجة مرة ثانية، رجعنا لك. اهلا وسهلا فيك. هلا جينا انا والحجة من البستان وفرجنا البستان والحمضيات وكل شيء وحكينا ان شاء الله تكونوا انبسطتوا يا رب. بجنن صراحة، ما مصدقة امتى يقدر لافطر على البردقان. ان شاء الله يا رب. حجة هلا افضت لك لانه الحجة عم بغير اوعيه عمل ما يخلص، وبدي اياك تحكي لي كل شيء عن عكا وعن، انت قلتي لي لانك من اضعكا، من نحف اضعكا، لكن بدي تشرحي لي عن نحف اضعكا وتحكي لي كل شيء، شو كنتوا تعملوا، شو تفطروا، كيف رمضان. والله بقينا الله يخلي لك ان شاء الله، بلدنا جبليه احنا،
ونزرع يعني زريعه وزيتون وتين وفلاح، يعني نزرع قمح، نزرع فول، نزرع حمص، نزرع زراعه يعني نزرع. واحنا ابوي بقى الله يرحمه بقى فلاح يعني، وعندنا ارض منيحه نزرع ونواسي. بايام رمضان ينعاد علينا وعليكم بالخير والبركه، ما بقى مثل اسا تلاقي لحمه، تلاقي خضره، تلاقي شيء. نذبح ذبيحه ذبيحتين، عندنا بقر، عندنا معزه، عندنا غنم، عندنا دار كبيره هيك كلها رواقات وفيها معزه، وهذا يذبح حيات ابوي ونقطعه ونعمله قرمه نرموه ونحطه بنعاير فخار، مش ازاز، حتى فخار مع دهنه مع هذا ونحطه. بس بدنا نطبخ يا خان، نطبخ اشي نقيم منه ونطبخ. وايام نطبخ مجدره، ايام نطبخ شوربه عدس، ايام نطبخ يعني من طبيخ البيت. ما بقى في خضره واشي مثل اللي هون اسا تيجي من برا، هاي من السلام بيقولوا لها فيها مي كثير، بلدنا ما فيها مي، احنا كله بعل يعني ما فيها. فيها مي للشرب بس ما فيها، ما نزرع يعني زرع، يعني نزرع بعل على مية الشتاء. نزرع ميتة، نزرع بندور، نزرع خيار، خيار ما بعيش ميتة. فقوس بقولوله، فقوس ونحوش والله، وتين وزيتون وخير الله، والناس عايشة بعد بنعمة. طب كيف حمد. كان يفرق رمضان بين الشتاء والصيف؟ شو كان يفرق معك؟ يفرق، أنا بقول لك بالصيف بتلاقي فواكه يعني خضرة إحنا نزرعها. نجيب خضرة، تين نحوش تين، عندها خبز التين احماري بياضي خضاري جميع التشكيلات، عنب، صبر. بايام الصيف، بايام الشتاء ما في هذا. هي على بس يعني اللي يعني احنا نشتغله بالبيت. شو تشتغلوا؟ طب نعمل حلو، نعمل لزاقه. كيف بنعمل هذا العجين؟ عجنه عجين رخو زي عجين العوامي، بتحبني هيك بايديك وبتحط، بتدهن الصاج بزيت بتعمل هيك وبتحطه عليه. بالسيخ عادها، شو صارت حمرة حمرة، بتقبعيها بالسيخ وبتحطيها على الصدر، بترشيها بنسبة مي وبترش السكر. يعني هذا كان الحلو اللي كنت تحبه. هذا حلو. ان ترشي عليها زبدة، اذا في عندك زبدة، فيش في زيت زيتون. نحط عليه ونخليه شو يرنخ على بعضه، بس يخلص تقطعي زي قطع البقلاوة. اطيب من البقلاوة. نعمل عوامي مثل ما العوامي بسبب. نمسيها ونقليها بالزيت ناكل. هذا الحلو اللي بقينا نعمله. طب وعلى السحور شو كنت تسحر؟ على السحور لا، هي عندنا لبن وحليب بخير الله، نعمل لبنه، نعمل لبن، نعمل جبنه، جبنه بيضة هاي نعملها باللبن، نتسحر. وطبيخ وخبز كل يوم نخبز. طب الحلويات اللي كنتوا تعملوها زمان بفلسطين بعدك بتعمليها لهلا؟ والله لا، للزائبة فيش صاجات وموائد يعني نعملها، بس عوام نعمل بعدنا. بعدكم بتعملوا؟ نعمل. نعمل عوام. طب وكان في عوايد محددة للعيد؟ طبعا. أو التقاليد كنت تعملوها؟ العيد بقى البنات هيك بقى، في عندنا مزار اسمه الشيخ ربيع، تطلع البنات تلبس، نلبسنا حنير وإذا العيد يا بنات، هاي نطلع العيد، نطلع على العيد يرقصوا ويغنوا هالبنات والاولاد بالحارات، يشتروا من هالملبسة، يستعموا بعضهم ملبس من هذا الازاز بقى. ياكلوا منه وتعيد تعيد هالناس، يجيبوا راحه وبسكوت بقى، في راحه وفي بسكوت نجيب ونتوكل هالاولاد على العيد يعني. ولحم تعيد الناس، الذبايح تلاقيها معلقه الذبيحه من الارض للسقف. طيب هلا احكي لي، اي سنه طلعتي من عكا؟ طلعنا من فلسطين بال48، كنا نايمين، كان موسم الزيتون، والله محوشين الزيتون، عندنا غرفة قد هاي ملان الزيتون، الليلة بدنا ندرس، ما سمعنا اللي حياة عمي جاي، قال الجيش سحب عن الليات، عن منطقة الليات بين بلدنا وبين عكا، يعني العصفور بقدرش يقطعها، وادي من هون وادي من هون، هالجسر بالنص، فيش غير السيارة بتقلط عليك. كيف طلعتوا؟ ما هي جيتك بالحكي، احنا من الجسر جاي. اجا حياة عمي قال قوم اطلعوا، احنا في جبل كبير فوق بلدنا، قلنا بنطلع شوي على الجبل ونشوف شو بده يصير. بعد حياة عمي ما ترجعوش، عم بيقتلوا الناس، وابوي من الجملين قتل، قتلوه بالبيت هناك. طب وين كانت عائلتك يعني اخواتك اخواتي وامي؟ ضلوا بالبيت. ضلوا بالبيت؟ ضلوا هناك. طلعوا لما قتل ابوي اخذتني امي وطلعت على الجبل، واحنا طلعنا على الجبل على اساس انه نرجع. لما صار قتل الناس بعث لنا حياة عمي اصحى ترجع، عم بيقتلوا، كان واحد عسكري كمان مع
حياته بجمال قتلوه لابس البدله انجليزي يعني ينعد وقتلوه. وطلعنا وطالت الايام يا حبيبتي. اجينا وين؟ على بنت جبيل. كيف جيتوا على بنت جبيل؟ مشي. جيتوا مشي؟ مشي من هناك لبنت جبيل مشي. سحبه واحده ضليتكم مشي؟ كل الليل مشي. وصلنا بنت جبيل. وصلنا بنت جبيل استاجرنا بيت وقعدنا. بيجي شهر هقل هيك شيء عملوا المخيم بصور خيم. رحلوا الناس على الخيام، اجينا قعدنا بالخيام، قعدنا 7 أشهر، خلفت بالخيام، خلفت وكلها حياتي. كان فلسطينية كمان معي. وفلسطينية كلها بلايا. عملوا لنا مخيم الرشيدية ورحلونا من بنت جبال على الرشيدية، وبعدنا بالرشيدية. طب وبتحسي بعد العالم اللي كله بالرشيدية بعدها محافظة على تقاليد فلسطين وعلى العوائل؟ طبعا بعدها مثل ما قالت هي، بس تغيرت يعني هالجيل الجديد هذا ما بعرف. بس هالقديم بعده والله هي بعدنا الناس بتجامل بعضها، على الأجر بكونوا مع بعض، بالفرح بكونوا مع بعض، بتتعازموا باخذوا من بعضهن يعني. معاش هاي بنت نحف لنحف، بنت شعب لشعب، بنت الفرج للفرج، كله صار خلط بل. هلا الحاج بده يشرح لي كيف أخذ، بما أنك أنت ولدت بلبنان، بدي تشرح لي كيف أخذت تقاليد فلسطين، كيف قدرت الحاجة تعطيك العوايد، يعني احكي لي اكثر. يعني نحن الحجه بعد عم تحكي لنا بقصه فلسطين وتحكي لنا بالقضيه وضل على طول ضلت توعيكم توعينا بالحكي وربينا على هيك. هلا شوفي حتى اللهجه بعدنا يعني تحكوا فلسطيني بفلسطيني، حتى الشغلات اللي تصير معن قديم. يعني احنا بلدنا اضع حكا اسمه نحف. نحف بدي اقول والبركه. نعم. عندنا عادات هناك يعنيين بفلسطين نحف معناتها البركه، بده يقول والبركه. لازم يقول والبركه. مش بيعملوا حاجه يعني. تذكرون حدينا بلد حدينا يسبقوا لهن يعني بدي اسويهن ياكل قتله. نعم. تبع مش تذكرون يقول له منين انت؟ يقول له نحف قول والبركه. بسوها نحف والبركه. وبعدين بيحكوا لنا القضايا يعني شو اللي كان يصير معهن هناك. وربينا وربينا الاولاد حتى كمان وصلنا كمان عم تنقل لهم هالقصص. اكيد طبعا نحن بنحكي الشغلات اللي حصلت معنا مش عم نقولها لاولادنا، اولادنا بضلن. هلا انا بدي اقطعك لانه عم بشم ريحه اكل كثير طيبه، بدي افوت لعندك. خليني الحقهم هن وعم يطبخوا وبرجع لك. لحق شوفي يلا. يعني الريحة خلتني أقطش الحديث جوا مع الحجة وصاحبتنا اللي عندك على المطبخ يا أم هاشم. خبريني أم هشام. أم هاشم أو أم هشام؟ أم هشام. خبريني شو طبخت لنا اليوم. والله عملنا منسف رز ولحمة، رز لحمة مفرومة بالأول. وبعدين طب كيف عم بتحركي بالصحن؟ شايفه ليه؟ ايه طبعا بدي احرك عشان اصب بال ليه. طب بالصحن انه بدنا احسن احرك بالمعلقه. مين علمك هاي هيك بتعمل؟ ما تعمل وامي. اوكي طب اشرحي لي كيف بتعمل المنسف. بنقلي اللحمه. اوكي اللحمه مفرومه، بنحط الزبيب، بنحط الرز والبهارات وبنحط المي وبسلق اللحمه على جنب. ولبن على جنب انه مش اللحمه مع اللبن، بعمل كل شيء لحالي انا. اوكي طبعا. واكيد عودت كمان البنات يطبخوها بنفس الطريقه علمتيهم اياها. ايه وهلا عم نصب وبدي اقل. طب بكمل عنك انا صب الرز لتكملي انت هنا. يلا بنحط اللحمه هلا على الوش. خلص تمام. اوكي اللحمه شقفه بعدين انا باكل عندك المكان. هلا عم بقلي اللوز بس يخلص. اوكي وهيدي اللحمه بدي كمان بحطها هلا على وجه الرز. اوكي وبعدين بنحط اللبن على وش. وهي السلطه، السلطه شكلها مش جاهزه يا ام هشام، مين حيساعدني بتجهيزها؟ يلا سحر عشان تعمليها انت مثل طريقتكم كيف ما بتعملوها اعمليها. اوكي وطيب السماء كمان كثير بالسلطه يكون. والسلطه كبيره مكبرينها اليوم كثير مكبرينها. عددكم كثير بالبيت بتتجمعوا كلياتكم تفطروا؟
هشام شكرا كثير على الاكل، كان كثير طيب وعذبناكم اليوم معنا، وعن جد كانت استضافه كثير حلوه. يسلموا كثير لكم. تسلمي. هلا اخر شيء بدي تحكوا لي عنه، كيف بتجربوا تضلكم محافظين على التقاليد وعلى التراث وانه تنقلوه من الاولاد للاحفاد؟ احكوا لي عن هالموضوع اكثر. اولاد الرشيديه كل رمضان بيعزمون، بيعملوا فطور هون وبتيجوا كلهن وبنعزموا سوا، بيعودوا هذوك بيعزموهن، اخوتها كمان بيعزموا وهي بتعزمهن، يعني من يوم صرنا واحنا هيك وبعدنا الحمد لله. وبدلكم تعملوا اكلات فلسطينيه؟ اكلات فلسطينيه وحلويات فلسطينيه. حلويات وكل عنده بحطوا الواحد للكل الحمد لله. يعني الله يخليكم لبعض. جمع العيله ان شاء الله، مثل ما الله طلعنا فجاه بنرجع فجاه ان شاء الله. اكيد طبعا. هي اجى البردقان وانا ناطره الافطار، كنت عشان البردقان. فلسطين عندنا طرش، نحلب الحليب، نجرش القمح، قمح ما بقمح كثير، نجرشه وننقعه بالمي، نفركه ونصفيه نعمل نشا منه، والنشا اللي نعمله نعمل فيه الهيطلية. هسه في نشا حاضر، احنا بقاش في عزمان نشا حاضر، بقينا نشتغلوا عيدنا على من القمح، نعمل النشا من القمح، واكل طيب ونعمل، ونعمل خبيصة من الخروب كمان، خروب ندق الخروب وننقعه ونمسيه ونعمل ونصب زي الهطلية بس يصير أشقر زي الخروب. طيبين حبيبتي عزموكي كثير طيبين، كل صحتين وصحة وأربع أباط نحة وأربع غرايز سمسم وكل حبة تقول صحة. يسلم هالتم. يخليكي لأمي. شكرا كثير لاستضافتكم مرة ثانية، وعن جد انبسطنا كثير وتشرفنا بمعرفتكم. يا من درى يا دار ترجع أهاليكي، لأزينك يا دار وبالحنة أحن